أهلا بكم إلى جولة لأبرز ما جاء في الصحافة المحلية والعربية من القدس دوت كوم. البداية من صحيفة القدس. نتنياهو: إسرائيل دولة لليهود فقط، ومشروع قانون يهوديتها يمنع قيام دولة ثنائية القومية. حكومة حماس: ترتيبات لإعادة 3000 عنصر أمن سابق في أجهزة غزة. سلطة الآثار الإسرائيلية حفرت 60 مترا على طول أساسات الأقصى وكشفت عن حجارته الضخمة. مقتل مواطنة طعنا بأداة حادة في بيرزيت. مجموعات تدفيع الثمن تنفذ عدة اعتداءات في أبو غوش والناصرة العليا وكفر كنا. سماء فلسطين تشهد اليوم وغدا سقوط زخة جديدة من الشهب. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت: ليفني تدعو إلى اعتبار هجمات المستوطنين أعمالا إرهابية. رجل يطعن طليقته حتى الموت داخل محكمة بيرزيت الشرعية. نتنياهو: مشروع قانون يهودية إسرائيل يمنع قيام دولة ثنائية القومية. إندك يدرس الاستقالة بعد فشل محادثات السلام. المخابرات المصرية تكشف شبكة للموساد. لأول مرة منذ 9 سنوات اللجنة العليا الفلسطينية المصرية تبدأ أعمالها اليوم. ونطالع أبرز ما أوردته صحيفة الأيام. نتنياهو يؤكد: مشروع قانون يهودية إسرائيل يمنع قيام دولة ثنائية القومية يهودية عربية. القدس: المستوطنون يبدأون احتلال بريد صلاح الدين. حماس: ترتيبات لانخراط 3000 عنصر أمن يتبعون للسلطة في أجهزة الأمن في القطاع. رجل يقتل طليقته طعنا بالسكين في المحكمة الشرعية ببلدة بيرزيت. مؤرخ إسرائيلي: نتنياهو يطلب من الفلسطينيين الاستسلام والهزيمة. نتحول إلى الصحافة العربية ونقرأ أبرز ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط السعودية. معتيق سادس رئيس للحكومة الليبية منذ سقوط القذافي. الداخلية السعودية: استعادت الجهني والعنزي من باكستان. صفقة حمص تبدأ بالإفراج عن 70 إيرانيا ولبنانيا. نتنياهو يتجه لدفع قانون أساسي يكرس إسرائيل دولة للشعب اليهودي. استقالة نائبين كويتيين آخرين احتجاجا على شطب استجواب رئيس الحكومة. ونختم بما أوردته صحيفة الحياة اللندنية. الجربة يبحث في واشنطن مكافحة المتطرفين، والنصرة توقف قتال داعش وتعتقل قادة في الحر. سليمان: الفراغ الرئاسي ينذر بأوخم العواقب، والمؤتمر التأسيسي يخل بالميثاقية والمناصفة. المالكي يطرح للمرة الأولى خيار حكومة الشراكة بدل الغالبية. أبو ظبي تحتفل بتسليم خادم الحرمين جائزة الشيخ زايد للكتاب. ختام أقوال الصحف نترككم الآن مع رسوم الكاريكاتيرية. تأخذني حياتي إلى أماكن كثيرة، أحب أن أعيش الحياة في أفضل أحوالها، لكنني في الوقت ذاته أريد أن أبقى على اتصال والإحساس بالقرب من عائلتي ومن أصدقائي. لذا أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.